بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحاضرة الثالثة لتعليم لغة الـ HTML CSS عن جافا سكريبت. هذه المحاضرة تتركز على ما المقصود بـ Attributes and Styles بلغة الـ HTML، لذلك تتكون من جزئين: الجزء الأول نوضح بـ HTML Attributes، والجزء الثاني نوضح بـ HTML Styles. خلنا نوضح ذاك بالجانب العملي. الاتريبيوتس هي إضافة بعض المعلومات إلى الاليمنت. الاتريبيوت معناها سمة. شلون راح أضيف السمة معينة إلى الاليمنت؟ هذه السمة يكون مكانها في start tag. خلنا نأخذ واحد من الاتريبيوت example نسميه title. هذا واحد من الاتريبيوتس. نسميه lecture 3. Ctrl S، أجي مرة ثانية أعيد التنفيذ. مجرد ما أخلي الماوس على الـ Content of the Element راح تلاحظ انطاني Lecture 3. الـ Attributes في بعض الأحيان يكون اختياري، والبعض الآخر يكون من المتطلبات الأساسية للـ Element. خلنا نأخذ توضيح أكثر. نأخذ Abbreviation Element. الـ Abbreviation Element أصلاً انطاني Title، يعني وأنا جاي أقول له أريد اختصار. اختصار المن أريدها؟ أريد اختصار CSS. هسا يقول لي شنو؟ العنوان مات الـ CSS، أقول لك Cascading Style Sheets Ctrl S. بس مجرد ما أشر على الـ CSS Cascading Style Sheet، أنا ما جاي أركز على عنوان التاج، أنا جاي أركز على الـ Attribute اللي في داخل الـ Element. هذه المحاضرة لا تركز على الاليمنت نفسه، وإنما تركز على الاتريبيوت في داخل هذا الاليمنت. ننتقل إلى تاك ثاني يسمى أي. الأي إحنا نمثله هايبر لينك. الأي بالHTML هو هايبر لينك، يحتوي على اتريبيوت يسمى هذا الاتريبيوت هايبر ريفرنس. هذا الهايبر ريفرنس يحتوي في داخله على URL، بمعنى على الموقع المراد الانتقال له. خلنا نختار لنا موقع، نقول https يمتى ننتقل له؟ ننتقل له نضغط على learning نضغط عليه، حول لي الى موقع html. ويمكن للإليمنت استخدام أكثر من أتريبيوت. Example مثل target بالأي تاج يأخذ القيمة، واحدة من القيم اللي هي blank. فمن قل هنا تروح فتح لي بصفحة جديدة. مثال آخر، image تاج الإيمج. تاج الامج الثاني اثنين اتريبيوت مطلوب استخدامه. الاول سورس، من هنا مكان اريد اخذ الصورة. اما الالترنت، انا اذا الصورة ما ظهرت عندي، ما هو البديل عن الصورة؟ ما هو الكلام اللي يكون بديل عن الصورة في حالة وجد مشاكل في عملية عرض الصورة؟ خلي نسمي هنا اسم الصورة. اسم الصورة انا مسوي صورة اسمها ايمج جير سمي جيرل ايمج جيرل. اقول لك كنترول اس، تلاحظ انه ظهرت عندي الصوره. لو فرضنا انه هنا أنا استخدم ايمج جيرلز 2، هذه الصوره ما موجوده عندي، فمجرد ما اقول له سيف شوف شطاني ايمج جيرل ايمج جيرل. نرجع هنا، تلاحظ هنا حجم الصورة ديفولت. الاتريبيوتس الأخرى ممكن استخدامها بالإيمج اللي هي الودث، نقول الودث 50%، وأقل الارتفاع هم 50%. ونقدر نستخدمها بالبكسل أيضا. لاحظ في جميع الأمثلة الاتريبيوتس تمثل عبارة عن نيم وفاليو، نيم وفاليو.
فال HTML attributes تتكون من name و value، تكون في بداية الستار تاغ موقعها، وتعطي صفة أو سمة إضافية إلى الكونتنت of the element، يعني للإليمنت. نكمل الموضوع باستخدام ستايل. أنا عندي باراجراف This is HTML attributes. This is HTML attributes. الآن نستخدم style attribute. The style attribute يتكون من property value، وstyle attribute نستخدمه في حالة الكلر، في حالة تغيير الحجم، في حالة تغيير الخط وغيرها من الخصائص. خلنا ناخذ مثال، نقول له هسه الكلر color red control s، ضع اللون صار عندي باللون الأحمر. background color نقول له yellow. font size لا theme pixel font family curio الخاصية الأخرى بالستايل نكتب مثل باراجراف سنتر سنتر باراجراف. هذا السنتر باراجراف هنا راح نعطي ستايل، أسمي الستايل هنا تكست ألاين، تكست ألاين نسميه سنتر. ثاني سنتر باراجراف. نرجع الى الاوتلاين ونشوف شنو اللي افتهمناه. خذينا الاتريبيوتس بالHTML، قلنا كل العناصر بالHTML يمكن ان تمتلك اتريبيوتس. بعض هذه الاتريبيوتس تكون اختياريه في بعض الاليمنت، وفي بعض الاليمنت تكون اجباريه، لان بدون هذه الاتريبيوتس لا فائده من الاليمنت. اذا استخدمت انا تاغ الهايبر لينك لازم استخدم الاتريبيوت هايبر ريفرنس، اذا استخدمت الايمج لازم استخدم اتريبيوت اس ار سي. حتى اغير حجم الصوره فلا بد من استخدم الويدث والهاي اتريبيوت. في حال عندي مشاكل في ظهور الصوره لازم استخدم الالت اتريبيوت حتى ينطيني معنى هذه الصوره. من السمات الرئيسيه للاتريبيوت هي سمه الستايل اتريبيوت، نوضحها اكثر بلغه السي اس اس، ولكن هنا أريد أعرف معنى الأتريبيوت. بالستايل أتريبيوت نعمل على تغيير ستايل للإليمنت من خلال تغيير الكلر، الفونت، باكجراوند وغيرها من الخصائص. كذلك من الأتريبيوت اللانجوج، اختيار اللانجوج لل HTML وكذلك تايتل أتريبيوت. بالستايل تعلمنا أنه الستايل يتكون من Property and Value، ينتهي بسيميكولن لكل خاصية من الخصائص. HTML styles توضيحها أكثر بال CSS، ولكن هنا نتعامل معها على أنه attribute. فال HTML style يتكون من property value. لبروبرتي تكون back color أو تكون color أو font family font size text align، أي وحدة من ذن الخصائص، وتأخذ قيمة من القيم المحددة لها. وكل اتريبيوت قلنا يتكون من نيم وفاليو، هذه الفاليو محصورة بين دبل كوتيشن. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم فيديو آخر.